أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج الناس، تنتخب البداية من موجز لأهم الأخبار الخاصة بالانتخابات. أعلنت مفوضية الانتخابات فتح مراكز التسجيل طيلة أيام الأسبوع لتسليم البطاقات البيومترية إلى جميع المحافظات. المفوضية دعت المواطنين لمراجعة مراكزها لاستلام بطاقات الناخب البيومترية لهم ولذويهم بالإنابة، مشيرة إلى أنها وزعت حتى الآن أكثر من 50% من البطاقات البيومترية. في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية جاهزيتها لتأمين العملية الانتخابية في انتخابات مجالس المحافظات المقرر انطلاقها في 18 من الشهر الجاري. الداخلية أوضحت أن التعليمات لا تشير لوجود قطوعات أو حظر تجوال إلا إذا دعت الضرورة، ولكن لن يكون عاما بل مناطقيا وبحسب الموقف. هذا وتواصل القوات الأمنية إلقاء القبض على الكثيرين ممن عبثوا باللوحات الدعائية في محافظات عدة. مصدر أمني ذكر أن التحقيقات الأولية تؤكد أن أغلبهم لم تكن دوافعهم سياسية وهي من عبث مراهقين، وأضاف أن معدل تمزيق الملصقات الانتخابية انخفض بشكل كبير بعد سلسلة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الأمنية. بدورها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية ستتعامل بحزم ووفق القانون مع أي محاولة لتعكير الأجواء الانتخابية. قيادة العمليات في بيان أوضحت أنها منذ أكثر من 3 أشهر تقوم بالاستعدادات للانتخابات من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع القيادات الأمنية وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات، وتم إعداد خطط أمنية خاصة بالإضافة إلى الزيارات التي تقوم بها اللجان للمراكز الانتخابية. إذن من جديد لكم التحية مشاهدينا في برنامج الناس تنتخب، وضيوف جدد ومرشحين جدد أيضا في هذه الحلقة. وأول ضيوفي أرحب بالمرشح عن قائمة أبشر يا عراق السيد خالد حربي. حياكم الله وأهلا وسهلا بجنابكم. إذن أرحب أيضا بالمرشح عن ائتلاف الأساس العراقي السيد انتظار سعدون جبار. السلام عليكم. وسهلا بكم. وأيضا أرحب بالمرشح عن تحالف نبني سيد شاكر عواد الكعبي. من جديد أحييكم ضيوفنا في هذه الحلقة وأبدأ حواري معك أستاذ خالد، وحابين تطلعنا على برنامجك الانتخابي والخاص بحضرتك وتوقعاتك لنسب المشاركة وإن كانت لا تؤثر كثيرا مثل ما قالت المفوضية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم على الضيوف الأعزاء وعلى المشاهدين الكرام، شكرا لكم في هذا البرنامج اللي من خلاله يتعرف الناخب والمواطن على البرنامج الانتخابي للمرشح. المرشح خالد حربي الطايب، مستشار قانوني في قائمة 143 تسلسل 88 برنامجي الانتخابي، أركز به على معالجة الأمور التربوية والصحية وأزمة السكن بالدرجة الأساس ومعالجة جيوش البطالة التي في كل سنة يظهر لدينا كثير من الخريجين يعني يرغبون في الحصول على فرصة عمل واللي أقر لهم الدستور. المشاركة نتوقع أن تكون جيدة باعتبار هناك نسبة من المرشحين في العراق أكثر من 6000 مرشح وفي بغداد تقريبا 2000 مرشح، والعدد من المرشحين يقابلها كثير من الناخبين، فنتمنى أن تكون المشاركة واسعة لأن صوتك حقك وهو ما أقر لك الدستور، فاستثمره أحسن استثمار. إذن ست انتظار، أيضا أود أن تعرفينا على برنامجك الانتخابي وتوقعاتكم لنسب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات اللي ممكن من 10 سنين ما جرت في بغداد أو بقية المحافظات. السلام عليكم جميعا على من داخل الاستوديو وخارجه.
البرنامج الانتخابي هو اولا السعي الى توظيف اموال الدوله وحصرها داخل المحافظه واستغلالها باكثر من مكان من الضياع، المحافظه عليها من الضياع. الثاني عدم تداخل السلطات داخل المحافظه، السعي الى عدم تداخل السلطات داخل المحافظه من اجل سير العمل بالصوره الصحيحه، العناية بالملفين الصحة والتعليم. ومثل ما معروف المثل الروسي أنه تنهض الأمم بتعليمها. فالمحافظة على برامج التعليم هو هذا من أولى الأولويات. إذن ما أعرف أستاذ شاكر راح تشارك زملائك بالتنافس نفس الرأي في البرنامج الانتخابي أم عندكم رؤى أخرى فيما تطرحونه في مجالس محافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا شكرا على الاستضافه، حيا حضرتك وكل مشاهديكم والضيفين الكريم استاذ خالد وست انتظار. احنا في تحالف نبني عدينا برنامج انتخابي تفصيلي احترافي وتم طبعه وتوزيعه، واعتقد هو راح يكون دليل العمل المؤسساتي في مجلس محافظه بغداد، بالاضافه الى برنامج الانتخابي اللي ما يتقاطع مع هذا البرنامج لكنه اكثر تفصيلا باعتبار اني كنت موظف في محافظة بغداد في ديوان محافظة بغداد وكنت قريب على مجلس المحافظة ودوائر المحافظة التنفيذية. أهم نقطة في برنامج الانتخابي هي اللي هي تسلسلها رقم واحد هو تحديث القوانين وإقرارها. احنا عندنا ثلاث قوانين مهمة في مجلس المحافظة وفي محافظة بغداد، هو قانون مجلس المحافظات، يفترض مجلس المحافظة القادم يعد مسودة القانون ويدزه إلى مجلس النواب لتشريعه، اولا لتعضيد مجلس المحافظه، مجلس المحافظه مثل ما تعرفين اثناء الضغط اللي ناتج عن مظاهرات تشرين حل هذا المجلس. نعم. لا كان هو استمرار دستوري ولا حل دستوري. فيفترض تكون هذه النقاط التفصيليه لتعضيد مجلس المحافظه وبقاء قانونيا في تحديث قانون مجلس المحافظه، بالاضافه الى قانون العاصمه اللي يؤدي الى ارباك كبير بين عمل مجلس المحافظه والمحافظه، ايضا ضروري جدا يتحدث ويقر. بالإضافة إلى القانون الثالث المهم جدا اللي هو قانون فك الارتباط، قانون اللامركزية، لحد الآن لا زال مسودة ولم يقر، هذا أيضا يؤدي إرباك إلى عمل مجلس المحافظة والمحافظة والدوائر التنفيذية. هاي النقطة الأولى. إحنا إذا نستسلل البرنامج الانتخابي يكون راح أختصر. نعم. الموضوع الثاني موضوع تصفير المشاكل في مجلس المحافظة. اليوم المحافظة تعاني من ضغوط بسبب كثرة الملفات الموجودة في هيئة النزاهة، أثر على الكوادر الموجودة في ديوان المحافظة وفي دوائرها التنفيذية، وسبب إرباك يفترض تكون حملة لتصفير هذه المشاكل وحسم القضايا ليعاد تفعيل العمل. كثير من المهندسين والإداريين وكوادر المحافظة تعتذر حاليا من أي مسؤولية بسبب ضغط ملفات النزاهة. نقطة مهمة أيضا من برنامج الانتخابي اللي متكون من 12 نقطة هو موضوع الفصل بين حاجة المواطن البغدادي والمجتمع البغدادي. احنا اليوم بنتحدث عن مؤسسة، المؤسسة تعنى بالمجتمع كاملة. طيب. وتتجاوز موضوع الطلبات الشخصية اللي هي احتياجات تسمح المواطن. تسمح لي انه ننتقل لتقرير عن محافظة بغداد بما انه انت ذكرت جملة من المشاكل اللي تحتاج الى تصفير، فاكو تقرير راح نستعرضه عن العاصمة وبأولويات بني هذا التقرير على احصاءات علمية وأكاديمية واستطلاعات رأي، وبالتالي عندنا سؤال مخصص لأولى الأولويات فيما يتعلق بمشاكل بغداد. إلى التقرير. إذن رجعنا بعد هذا التقرير وأنتقل وإياكم إلى فقرة بدقيقتين
إجابة محددة بدقيقتين طبعا، وأبدأ يعني كل الضيوف اللي التقيناهم وراح نلتقيهم يمكن وحضراتكم تتشابه البرامج الانتخابية، لكن أريد أعرف أولى الأولويات في معالجة مشاكل بغداد أستاذ خالد. شيء طبيعي يعني تكون كل البرامج متشابهة باعتبار هو كل ما يخص العمل البرنامجي هو أما تربية أو صحة أو تعليم سكن تشريع قوانين. بصفتي أنا مستشار قانوني أؤكد أنه في حاجة ماسة إلى تشريع قوانين أولا تخدم مدينة بغداد بالأساس باعتبار مجلس المحافظة ودائرة رقابية وتشريعية وخدمية، أولى مهامها هو بالرقابية هو الحفاظ على المال العام باعتبار أولى مهامها هو انتخاب محافظ بغداد، ومحافظ بغداد هو الجهة التنفيذية بالمحافظة، فيحتاج أن نضع له خطط استراتيجية. هذه الخطط تتميز بالموضوعية والواقعية. ما يميز أبشر يا عراق أنه هي قائمة واقعية تنفيذية باعتبار رسالتها الأولية هو تصحيح المسار والتغيير. أنا نقول تصحيح المسار، نعم رافقت مجالس المحافظات كثير من الأخفاقات، هذه الأخفاقات أدت أنه يأخذ المواطن سلبية على أنه مجلس محافظات هو هدر للمال العام وحلقة زائدة، ولكن في الحقيقة هو نقطة أساسية في القوانين باعتبار نظامنا الحكومي ودستورنا العراقي هو دستور لا مركزي يعتمد على المحافظات اللي تقود نفسها بنفسها، بحاجة إلى أن نشرع قوانين. هاي القوانين أساسا تخدم، لأنك لو أنت لا تستطيع أن تبني مدرسة بدون تشريع قانون ولا تقدر تبني مستوصف، وأما موجود هو تشريع قانون العاصمة اللي هو أساس التداخل بين سلطة الأمين وسلطة المحافظ، وهذا مخالف جدا باعتبار المحافظ هو بدرجة وكيل وزير والأمين بدرجة وزير، وهذا التقاطع يؤدي إلى سوء خدمات داخل بغداد. لذا علينا أن نشرع قانون يخدم عاصمة بغداد بالشكل الكامل بما يؤدي إلى أن نحافظ على إرث بغداد الحضاري ويعكس وجهه المزدهر كما كان سابقا، اللي كان يتمنى الزائر أن يزور بغداد لحتى يشوف معالمها الأثرية. نعم. ويشوف التاريخ الموجود بها من مناطقها الحضارية. أنا أتمنى أن نستمر بالحديث لكن دقيقتين خلصت والانتقال لكم ست انتظار ذات السؤال وهو موحد وبدقيقتين. أولى الأولويات لمشاكل عديدة في بغداد وضعتها في سلم أولويات برنامجكم الانتخابي شنو هي؟ تضافر الجهود الحقيقية، القضاء على الفساد الإداري الحقيقي الموجود داخل كل مفصل من مفاصل العمل، السعي إلى تطبيق قوانين واستحداث بعض القوانين لدعم عدة شرائح، دعم المشاريع الوطنية وخصوصا البنى التحتية وبما فيها السكن. المشاريع الوطنية غير الاستثمارية تكون دائما بخدمة الشعب. طيب يعني فقط مشاريع استثمارية ممكن أنه تنجز في دورة مجلس محافظة لو هم راح نحتاج للقوانين؟ لا طبعا للقوانين، ماكو شيء يخلى من القوانين، لكن المشاريع الوطنية هي تدعم الطبقة أو الشريحة ذات الدخل المحدود أو ذات الدخل البسيط من المجتمع واللي هي سواد المجتمع. إذن يمكن أقل الدقيقتين جاوبتينا وأقل الدقيقة أيضا. انتقال لكم أستاذ شاكر، أشرت قبل قليل لعدة مشاكل بالعاصمة وأشرت لأولويات برنامجكم الانتخابي، لكن في العاصمة بغداد مشاكل تعد ولا تحصى، فأود أن تستكمل لنا فكرتك وأولوياتك في البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة أو بشخصكم. هو احنا اليوم مرشحين للانتقال إلى عضوية مؤسسة وليس شخص. المؤسسة تعنى بعدة قطاعات، أنا أستغرب أنه يكون يفترض البرنامج الانتخابي تكون به نقطة واحدة أو أولويات. مجلس المحافظة والمحافظة يعنى بكثير من القطاعات، وخصوصا بعد عام 2018 المحافظة أصبحت لها نشاطات في مديريات الزراعة ومديريات الموارد المائية بالإضافة إلى مديريات الماء والبلديات والمجاري، قسم شؤون المواطنين، قسم رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كبار السن. فالبرنامج الانتخابي يفترض أن ينفذ بالتوازي وليس بالتوالي. برنامج الانتخابي احتوى 8 نقاط أساسية، برنامج الانتخابي لتحالف نبني، منها حل أزمة قطاع الكهرباء من خلال وحدات توليد في كل محافظة، منها موضوع الزراعة واستخدام آليات الزراعة الحديثة والري الحديثة،
موضوع السكن ايضا كان حاضر في برنامج تحالف نبل الانتخابي. فاحنا قلت لحضرتك قبل شويه انه احنا عندنا من ضمن برنامج الانتخابي نقطه تخص المواطن البغدادي والمجتمع البغدادي. المواطن البغدادي اليوم يعني يعاني من البطاله، يعاني من نقص الخدمات، والمجتمع ايضا يعاني كمجتمع، يعاني من بعض الاشياء اللي هي دخيله على المجتمع، انتشار ظاهره المخدرات، موضوع القانون المدني، وانتشار حالة الطلاق اللي موجودة في المجتمع سببت كثير من المشاكل العائلية. هذه كلها ممكن مجلس المحافظة يقرها من لجان التخصصية. طيب. وليس مجلس المحافظة يعمل باسم واحد، لا، داخل المجلس هناك لجان متخصصة، لجنة الطاقة، لجنة التربية، لجنة الصحة، لجنة خدمات أطراف بغداد، ولجنة خدمات بغداد، بالإضافة إلى اللجان الرياضية والشبابية الباقية. إذا خلينا وياك أستاذ شاكر، وعدنا دقيقتين أيضا تمنح لك في هذه الإجابة، وسؤالنا موحد، شنو اللي عديتوا لملف الغلاء المعيشي وارتفاع الدولار وعدم الاستقرار؟ فذكرت لي جملة أولويات لمؤسسة بلجان متعددة، وأكيد أكو لجان اقتصادية تعنى في مجلس المحافظة بمسألة نسب الغلاء المعيشي في بغداد. هو يعني يفترض مجلس المحافظة وعضو مجلس المحافظة يحترم صلاحياته ولا يخدع المواطنين بأشياء أكبر من صلاحياته. ملف الاقتصادي أولاً المسؤول عنه هي الحكومة المركزية ومنظومة الدولة بصورة موسعة، لكن كمجلس محافظة ممكن يبادر لتنفيذ وتطبيق آليات اللي تفرضها الحكومة المركزية في متابعة سعر صرف الدولار مثلاً، آلية تمويل مشاريع، يساعد طبعاً في بصورة غير مباشرة في استقرار سعر الصرف وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى متابعة دوائر وزارة التجارة اللي ممكن من صلاحية مجلس المحافظة أو المحافظة متابعتها. واليوم نشهد بحكومة دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني المحترم آليات تطبيقية تنفيذية راقية جدا وعملية، ويعني من يوم أمس بدأ سعر الصرف بالدولار ينزل لإجراءات أعتقد كانت صحيحة ومنطقية، بعيدة عن الضوضاء الإعلامي والإعلام السلبي خلينا نقول السمعة السيئة اللي انتشرت حاليا بأنه سعر الصرف راح يبقى يرتفع إلى أرقام خيالية. لا، من البارحة بدأ سعر الصرف ينزل، وإجراءات الحكومة يفترض تكون مستمرة، ودور مجلس المحافظة والمحافظة هو التنسيق مع الحكومة المركزية لتطبيق هذه الآليات. إذن ست انتظار سؤال لكم أيضا فيما يتعلق بملف الغلاء المعيشي. الوظيفة داخل مجلس المحافظة تعنى بالخدمية أكثر ما تعنى بالاقتصادية. علاقة القانون الاقتصادي بالتشريع هي أقوى مما علاقته بالقوانين الخدمية. فبالنسبة إلي كان من أولويات ملفي الانتخابي أنه أصحاب الدليفري، مهنة الدليفري هذولي طبقة لقت نفسها فرصة عمل بدون ما تكلف الدولة. طيب. ومخاطر بحياته، فأني كان ملفي هم تعويض لهم من خلال الدولة بدون ما يكلف الدولة شيء. يعني شلون نظام التأمين يفعل؟ نظام التأمين الصحي على حياته، لأن هذا طريقة خطر، طريقة بالشارع باللوري جو السيارة بالسرعة وثانيا هو موفر خدمة للشارع للعلم، أنه خدمة يخفف ضغط الشارع، السيارات الازدحامات. طيب. يخففها، فصاحب الدليفري متفضل متفضل على الحكومة أصلا. يعني المفروض يعني تكونين ضمن لجان المرور ست انتظار، لكن يمكن هذه فئة من الفئات اللي موجودة بالمجتمع. اليوم عندنا طبقة الموظفين والمتقاعدين وغيرها يقدر يخدمها، فشلون توازنون عملية الغلاء المعيشي؟ عملية الغلاء المعيشي هاي اقتصاد علاقتها بالاقتصاد، وهذا اختصاص الدولة مو اختصاص مجلس محافظة، من سلطات أعلى مو من سلطات مجلس المحافظة. لكن تتضافر الجهود بشيء أو بآخر. خليني أنتقل بذات بسيط بذات السؤال لكم أستاذ خالد، وعملية صعبة هي أن توازن اقتصاد بلد في عدة فئات وبموارد، لكن في مشاكل اقتصادية، فدوركم بمجلس محافظة أكيد حتى تتوضح النقطة، أنتم لكم صلاحيات برفع التوصيات والدراسات عن المجتمع البغدادي أو أي محافظة أخرى ترفع لمجلس النواب ومن ثم تناقش كقوانين ومقترحات قوانين، فحلكم لهذه المشكلة؟ أحسنتم بسؤال، يقول أنتم أعضاء مجلس محافظة وإن شاء الله نوفق وننال ثقة الناخب، إحنا نتفائل لكم ونكون في مجلس المحافظة، وصراحة لدينا مهمة صعبة وأهم من الدولار وأهم ما
فكري به هو اللي نلاحظه انهيار، وهذا الانهيار خطر جدا على مجتمع العراقي، هو الطاقه الشبابيه اللي اصبحت للاسف لا تستباح للاخرين من خلال كثير من الامور، منها تجاره المخدرات وامور صعبه علينا باعتبار الشباب هم طاقه المستقبل، الشباب هم اساس امل العراق بشكل عام. كيف نحمي هذه الشريحه؟ واول خطواتنا ان نحمي الشريحه هو بحالتين، هو توفير فرصة العمل والسكن، لأن هذين الفرصتين اللي لم توفرهن للمواطن العراقي وهو حق الدستور يعني تماما تفضل عليه، ولا لدينا خطط أخرى سوى الحالي أن نسوي بالنفط ناخذة ونوزع فلوسه. إذا أمور أخرى علينا نعالجها، كيف نوفر فرص العمل، كيف ننشط القطاع الخاص، كيف نستثمر هيئة الاستثمار الجاية تنطي إجازات استيراد، العفو إجازات استثمار لبناء، وماكو لحد الان شباب عندنا عاطلين باعداد مهله جدا وجاء تثقل كاهل عوائلهم. يعني الاب عندما ينتظر من ابنه يتخرج يتامل ان يتعين، زين هذا يفكر له لازم يحضر له شقد دفتر ونص حتى يعينه او شلون. اذا علينا ان نفعل هذه المرتكزات، مجلس الخدمه الاتحادي نفعله شلون يستوعب الشباب ويعينهم، شلون نستوعب القطاع الخاص ونفعله. طيب حتى هاي الامور هي استقرار البلد، منين ياتي؟ من استقرار ابناء، واذا استقروا ابناء في فرص عمل في سكن انجزنا ما هو ملقى على عاتقنا، ونقول تحملنا الامانه بشكل صحيح. وفي برنامج بشريع عراق حاله التصحيح والتغيير هي اولى مهامنا في هذه المرحله، باعتبار ما اعتمدنا عليه هم اختيارنا لكفاءات مهمه وشهادات عليا قادرة إن فرصة منحت لها فرصة أن تغير بالشكل الصحيح. طيب آخر سؤال وموزع أيضا على حضراتكم بالتساوي أكيد وبدقيقتين، هو موضوع أستاذ شاكر أخذ أكثر من دقيقتين، لا دقيقتين والعداد يحسب. أستاذ شاكر بداية أيضا إليك، هي ملف الخدمات أشرتم إلى وجود عدة لجان داخل مجلس محافظة تشريعية ورقابية وخدمية، وبالأساس يمكن ينظر إلى مجلس محافظة على أنه عملها خدمي، فشنو اللي راح تقدموه في ملف الخدمات؟ احنا يعني أنا شخصياً عندي إحصائيات، أنا كنت مدير مديرية مجال محافظة بغداد من عام 2018 لعام 2021، درسنا واقع حال أطراف بغداد بالذات أطراف بغداد، وبنفس الوقت اطلعنا على وضع أو واقع قطاع الصرف الصحي في مركز العاصمة. حقيقة قطاع الصرف الصحي أنا يعني بديت بتأليف كتاب أسميته الوباء الصامت، لأنه هذا القطاع مهمل جدا ولا يثير اهتمام أصحاب القرار. احنا عندنا نهرين دجلة والفرات يدخلون للعراق من أنقى الأنهر بالعالم، يطلعون من بغداد من أقذر الأنهر بالعالم، نسبة التلوث تصير عالية جدا. طيب. بسبب قطاع الصرف الصحي وتلكؤ إحالة هذه المشاريع، اليوم نسبة الخدمة في أطراف بغداد 40% مخدومة بمشاريع استراتيجية، 60% لا زالت غير مخدومة. عملنا على إكمال متطلبات إعلان 5 مشاريع استراتيجية في أطراف بغداد، هي مشروع مجاري النهروان والوحدة وسبع البور وأبو غريب والراجدية، وأحيل حاليا مشروعين صغيرة هي مشروع التأميم ومشروع المناطق الغير مخدومة في المحمودية. يفترض هذه المشاريع تعطى أهمية كبيرة لأنها البنية الأساسية لتقديم باقي الخدمات في أطراف بغداد، بالإضافة إلى فشل عملية معالجة مياه الصرف الصحي في مركز بغداد. أمانة بغداد تعاني من نمو سكاني كبير، والطاقة الاستيعابية لوحدة المعالجة اللي موجودة في الرستمية بدأت لا تواكب هذا التصاريف وهي الكميات. يفترض تكون عندنا حملة لمعالجة هذا الملف المهم جدا. إذن أيضاً بدقيقتين ست انتظار ملف الخدمات، وهو جزء مهم من عمل مجلس محافظة. العناية بمداخل بغداد وبالذات الجنوبية منعتها. العناية وتجربة فكرة الآبار الارتوازية والقضاء على التصحر. نعم. العناية بالمستشفيات لأن الصحة هي أساس، والحرص على الإخلاص بالعمل. والصدق. إذن أنا ما أريد تكونين زاهدة بالوقت، فأتمنى أنه أتعرف على خططكم من خلال يعني ذكرتي عدة مفاصل مهمة، هي الصحة والتعليم والخدمات المتبقية، شلون راح تحلون مشاكل هذه القطاعات في إن حظيتم بفرصة مجالس محافظات؟ تنحل المشاكل بدراستها وحسب التبويب إلها وتوظيفها بصورة صحيحة
نعم. والكادر طبعا هو العمل كله يرجع للكادر. مثل على سبيل المثال الشوارع اللي هسه انبنت على بسمايه شوارع حلوه وواسعه، ويمكن اللي يسموه عرض الشارع 60، لكن بدون تصريف مياه ناسيح. الاخلاص بالعمل والرقابه الحقيقيه هو اللي يقضي على كل المشاكل، بحيث من تبنين مكان تطلعين ما تحتاجين تلتفتين وراك. إذن ما أعرف تعقيبكم، أستاذ خالد على ملف الخدمات بدراسة مسبقة باستكمال لما هو موجود، لو شنو رؤيتكم لملف الخدمات بالعاصمة؟ صراحة ملف الخدمات هو جزء من مهمة مجلس المحافظة، باعتبار أكدنا أنه دورها رقابي وتشريعي، والخدمات هي الجزء الأهم بها، باعتبار هناك أقول بكثير من المشاكل اللي كانت هي سبب في تعليق العمل بالمجلس المحافظة عام 2019 نتيجة اللي اتهامها بهدر المال العام، وهي حلقة زائدة لأن لم تؤدي مهام المكلفة بها بشكل صحيح. فبقائمتنا أبشر يا عراق 43 قائمة واقعية منهجية درست كل الحالات وخلت لكل حالة علاجها. أزمة السكن وضعنا لها علاجات، باعتبار اليوم هناك مشكلة اسمها العشوائيات والتجاوزات، وهي تعيق عملية البناء والتنمية. مشكلة المدارس التي لحد الآن أبنائنا يداومون 4 شفتات في مدرسة، يجب أن نستحدث مدارس جديدة ونخرج أساتذة أيضا حتى يحتوون هذا العدد. الأهم وهي الصحة، لحد الآن المريض ينام على الأرض لا يجد لديه سرير. صراحة اللي احتوى كل هذه الأمور هو ائتلاف الدولة في برنامج رئيس الوزراء اللي أول معالجته عاد العمل بمجالس المحافظات من خلال برنامج الحكومي، وإن شاء الله نتحمل هذه الأمانة ونحل هذه المشكلات بتشريع قوانين تخدم المستقبل وتكون أساس في الوقت الحاضر. إذن شكرا لكم، التزمتوا بالوقت في هذه الفقرة، وننتقل لفقرة جديدة بدون عداد ونتجه إلى الصورة اللي أمامنا وأسمع تعليقكم عن هذه الصورة. ورئيس الوزراء ذكر بأنه لا إصلاح للاقتصاد إلا من خلال الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة. فهذه الصورة أستاذ شاكر هي لملف الصناعة، فشنو خططكم ومعالجاتكم لهذا الملف؟ هذه الصورة متكررة في كثير من المصانع العراقية مع الأسف، يعني كثير من المصانع اللي تابعة لوزارة الصناعة ولا هيئة التصنيع الحربي لا زالت إدارات هذه الوزارتين تعاني من هذه المشاريع والمصانع التي توقفت ولا تجد المعونة أو العون في تنفيذ أعمال تأهيلها أو إعادة تأهيلها أو تحديثها أو تطويرها. أنا على تواصل مع يعني بعض الزملاء في هذه الوزارتين يعانون معاناة كبيرة. مجلس المحافظة ممكن أن يكون مساهم وشريك لوزارة الصناعة ولهيئة التصنيع الحربي أو الدوائر التابعة أن في موضوع الهيكل التنظيمي للمحافظة يفترض أن يقر، ويقر أنه منح الصلاحيات للدوائر التنفيذية لإنشاء مصانع وفتح فرص عمل. طيب ست انتظار استوقفتك الصورة هواية يمكن، فشنو خططكم لملف الصناعة؟ ارتباطها وثيق بوزارة الصناعة. يعني الكلام هواية والحديث هواية حول العراق لأن دمار العراق ما يخلص. طيب يعني سألتيني قبل شوية خططكم، أبسط شيء يعني هي المشكلة ما تحل بالكلام ولا باليوم، لكن ولا هي فرصة اليوم يمكن من خلال يعني برنامجنا أكو التعريف. أكو مدخل محافظة، أكو مدخل محافظة، تصريف مياه ثقيلة، ماكو هيك شيء. إحنا بياقرين وين وصلنا؟ ماكو مدخل محافظة كله تصنيع وكله سكراب وكله حديد. إذن دوركم إذا حظيتوا فرصة إن شاء الله أنه تحلون المشاكل السابقة وتعالجون الأخطاء السابقة، ومن ضمنها أولى الأولويات اليوم ذكرتوا مسألة البطالة والقدرات الشبابية والطاقات متعلقة بهذا الملف، وهو توظيف عدد كبير من الشباب في هذه المصانع التي أهملت من 20 سنة وأكثر ربما. أستاذ خالد رأيك بالموضوع؟ يعني صراحة المؤلم جدا، في بلد كنا نتميز بالصناعة وصلنا إلى مرحلة نستورد الشكليتة والنستلة ولدينا معامل معطلة تستطيع أن تنتج ما هو أكثر من هذا، فكنا نصنع السلاح وكنا نصنع معدات ثقيلة من في السيارات و
مجال الخدمات الكثيرة. اليوم الاستيراد غير المنظم أثر بشكل كبير جدا على الصناعة العراقية، باعتبار لا يوجد هناك تقنين لعملية الاستيراد، وهذا هو دورنا كأعضاء مجلس المحافظة إذا الله وفقنا أن نخلي قوانين كيف نستطيع أن نستثمر الشباب في هذه المصانع، وكيف نحد من حالة الاستيراد العشوائي اللي أثر على صناعتنا، وهذا هو أكثر سلبياته عندما تحول المسؤول إلى تاجر. إذن على النزاهة أن تأخذ دورها في هذا المجال، أما تكون مسؤول وأما تكون تاجر، تاجر ومسؤول في نفس الوقت يسموه فساد إداري، وهذا هو سبب فشل سوء الإدارة الموجود بالدولة العراقية. صورة ثانية من زملائنا في الإخراج وتعليقكم على هذه الصورة. موضوع الباعة المتجولين يفترض ينظر له من أكثر من جانب. الجانب الأول هو هذا لعدم، خليني أخصص الموضوع شوية أكثر دقة. إحنا خصصناه لملف الشباب حصرا، واليوم بموضوع الباعة المتجولين باللي عاطلين عن العمل باللي يشتغلون في مهن لا تليق بهم من حملة الشهادات هم فئة الشباب، فشنو نعم. معالجتكم لملف الشباب؟ نعم، يمكن هذه واحدة من المظاهر. باستطاعة مجلس المحافظة، والمحافظة حقيقة أن يكون لها دور كبير في هذا الموضوع من خلال إحالة المشاريع الاستراتيجية. هذه المشاريع الاستراتيجية هي بالإضافة لأنه هي تنمية وخدمات، هي فرص عمل، وهذه المشاريع الاستراتيجية تستوعب ما يعادل 200-300 عائلة لكل مشروع. من أقول عائلة يعني من ربما أخوان اثنين أو ثلاثة يشتغلون في هذا المشروع عن تجربة. بالإضافة إلى موضوع الفرص الاستثمارية وتنوع الفرص الاستثمارية. ثلاثة، موضوع قاعدة البيانات غير موجود في محافظة بغداد ومجلس محافظة. قاعدة البيانات ممكن تمنحنا فرص استثمارية جديدة، تمنحنا قطع أراضي جديدة، تمنحنا تصاميم حضرية حديثة لفتح فرص عمل أخرى. والشباب أعتقد إذا يلقى فرصة عمل محترمة، مع احترامي للبائع المتجول هذا اللي بسط أغراضه بالشارع، إذا يلقى فرصة أكثر المفروض البنغلاديش يجي يشتغل بالعراق بهذه الطريقة، وليس الشاب العراقي، بينما أكو فرص عمل لأجانب موجودين بصورة غير شرعية في بغداد خصوصا. فرص عمل كثيرة امتهنها ناس غير عراقيين، بينما الشباب العراقي يعاني من البطالة. إذن ست انتظار، يمكن أشرتي إلى فئة الدليفري قبل شوي، عندنا فئة التكاتك والباعة المتجولين، وعندنا ما الكثير من هذا غياب الدور الرقابي الحقيقي. طيب، ضيع فرص العمل على أغلب شبابنا فتلقين هاي النتيجة، والدليل أنه الشاب اللي يحمل يعرف أكثر اللغات، الحمال البشورجة شافه 70% من الشعب العراقي، هذا حمال بشورجة، يمكن شفتي حضرتك والإخوان شافوه. نعم. شنو هذا؟ شو نسميه؟ إذن هاي الطاقات اليوم هي غياب الرقابة ضيع الفرص على شبابنا. إذن شلون نعالج المشكلة؟ إحنا المشكلة واقعة، إحنا شعب يمتلك قدرات. طيب، العراقي الله سبحانه وتعالى ميزه بقدراته، وميزه بطيبة وتأقلم، وميزه بإمكانية مو كل شعب يحملها، لكن غياب الرقابة ضيع حصصهم. هذه الإمكانات كلنا اليوم نشوفها من نطلع بالشوارع، من نحتك بمجتمع معين، هذه الطاقات شلون نعالج وضعها؟ خاصة الطاقة القانون. الشبابية 62% من الشباب، نسبة كبيرة في أي مجتمع. تطبيق القانون بالصورة الصحيحة يعالج كل المشاكل، ما يخلي مشكلة. القانون قانون وفرض الرقابة مع الإنسانية بالتعامل، هاي مشكلة الشعب العراقي بكل مفاصله، مو بس مشكلة مجلس محافظة ولا مشكلة محافظة ولا مشكلة قضاء ولا مشكلة تعليم ولا مشكلة صحة. طيب، كل المفاصل العراق يحتاج إلى قانون ورقابة وإنسانية. إذا توفرت هذولي الفرص، هذولي الأساسيات الثلاثة، وفرت كل الفرص على كل الشعب. إذن ما أعرف وجهة نظركم أستاذ خالد، هل هي الرقابة، القانون، تفعيل المصانع، شنو اللي يحل أزمة الشباب البغدادي اليوم؟ اليوم احنا بنلاحظ هاي الصورة المؤلمة، اكو لها رديف اخر ايضا صور مؤلمة في مؤسساتنا الدولة، يعني لا تعتبرين انه الوظيفة هي العلاج الحقيقي لهذه الأزمة. ما موجود في الدولة اكو اصعب منه، بحيث لدينا شهادات عليا وهو يعمل في الصادر والوارد، اذا لا تستثمر الطاقات لا خارج الدولة ولا داخل الدولة، وهذا سبب منه سبب الناخب اللي
لم يكن اختياره صحيح، في اختيار المسؤول اللي يستطيع أن يخدمه من خلال تشريع قوانين، من خلال مشاريع قوانين، من خلال يحل أزمته بهذه المشكلة. طيب. إذن هذه الأزمة الكبيرة والمؤسفة تحتاج شنو؟ تحتاج إلى شخص نزيه كفو يختار المواطن بشكل صحيح، وبعدين يكون النتيجة لصالحه. إذن أرجعك للعداد وراح نحسب عليك وقت من جديد، لكن بدقيقة تمنح لحضراتكم، وهي توجيه رسائل لجمهوركم أو تعقيب على ما دار خلال هذه الحلقة. والكاميرا أمامكم أستاذ شاكر، البداية لك. خلال دقيقة أوجه صوتي إلى وعي المواطن البغدادي في اختيار الأكفأ والأفضل، بعيدا عن الإحراجات، بعيدا عن الإعلام السلبي. كل ما تمر انتخابات العراق من عام 2003 لحد الآن نجد إعلام مضاد لهذه العملية الديمقراطية يفترض نمارسها كحق من حقوقنا لاختيار مرشحينا. أخوكم المهندس شاكر عواد الكعبي، تحالف نبني، حركة صادقون، رقم القائمة 195، تسلسل 60. إذا ننتقل لست انتظار والدقيقة إليك والكاميرا إليك أيضا. أوجه رسالتي إلى المجتمع البغدادي أنه انتخاب الأصدق، فالصدق هو مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى خص بالقول يوم ينفع الصادقين صدقهم. مرشحتكم عن ائتلاف أساس انتظار سعدون جبار. إذن آخر دقيقة لك أستاذ خالد. كلهم هو صوتك حقك الدستوري، فاستثمر حقك بشكل صحيح وانتخب من تراه مناسب إليك لحتى تستطيع أن تكون في الأمان. المستشار القانوني خالد الطائي، القائمة 143 بشريعة علاقة، تسلسل 88. إذن شكرا لتواجدكم معي في هذه الحلقة، شرفتونا، وكل التوفيق لكم في خوض انتخابات مجالس المحافظات. وشكرا لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر.